انت نورتينا. بس خلينا ناخد منك كده رساله اخيره لجمهور الاهلي. دايما بنحب ابطالنا لان انت عارفه جمهور الاهلي دايما بيكون يعني في ظهر كل الابطال بتوعه. فرساله كده فيها عن المستقبل بتاع الكره الطايره وانت بتوعديهم بايه؟ هو انا احب طبعا الاول اشكرهم لان هم دايما واقفين في ظهرنا ودايما معانا في كل ماتشات, ولما بيكونوش موجودين احنا بنلعب اصلا اوحش من الاول. فاحنا بنشكرهم كلنا بجد على ان هم دايما معانا, وان شاء الله بنوعدهم ان احنا ناخد بطولات اكتر وان احنا دايما نرفع راسهم ان شاء الله. واحنا بدورنا بنشكرك انت بقى على وجودك معانا النهارده, نورتينا وشرفتينا, ويا رب ان شاء الله كل الحظ السعيد في المستقبل ان شاء الله. ميرسي قوي. تمام.